وزنوا العمليه لقاو اللي سلبياتها اكثر من ايجابياتها، فبالتالي دخل رئيس الجمهورية كما قلت انت وقال له يعيشوا اللي يركح. هذا كل وقع راهو يعني فما وزن اللي تم فما تقييم برشا فما تقييم وقع للوضعيه، وانه كان باش يترشح حافظ يمكن زاد كذلك الصوره تكون سيئه انه رئيس الحزب يترشح في دائره صغيره. لكن خلينا نقولوا انه اعلان عدم ترشح حافظ قائد السبسي يعني افرغ كل ما سمعناها من كلام حول التوريث واعداد حافظ للقصر مرورا بالبرلمان. نشوفوا اليوم حتى ردود الفعل نتاع الاحزاب ما فماش يعني نوع من الخرس، كانه العباد طايحه مونك، حتى في شبكات التواصل الاجتماعي ما فماش تعليق. معناها في بالهم ثم معركه وبعد بردت معناها. فلا فوجئوا العباد، ربما كان ثم شكون يحب يمشي في حافظ يترشح باش يكمل معناها التباكي على سيناريو التوريث، وقت اللي حافظ قال مانيش مترشح كانه نوع من الفراغ. اليوم قاعدين نشوف فيه حتى على مستوى الخطاب ما فماش تعليق يعني جديه. شو التعليق؟ انا التعليق انا قلت لك حركه نداء تونس قيمت وشافت اللي سلبيات الترشيح هي ما تراش اللي حكينا.